تعتز السلطنة بمسيرة سلطانها الراحل، وعلى تلك الخطوات ستمضي. والتقاليد بتقول أو الترتيبات كانت، وكما يعني نظمها السلطان قابوس رحمه الله، كان في ظرف مغلق في خزانة السلطان قابوس رحمه الله. ولم يفصح السلطان قابوس عن اسم خليفته إلا من خلال وصيته بعد وفاته باختيار ابن عمه هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد. يبدو أنه تقديرا لجهود وخدمات السلطان لعمان فتحت الوصية دون يعني النقاش المطول ولثلاثة أيام وإلى آخره، فكان الحقيقة المرشح هو جلالة السلطان هيثم. إنه ابن عم السلطان الراحل الذي ائتمنه ليكون خليفته، موصيا بتنصيبه سلطانا جديدا للبلاد. ثبت مجلس العائلة وصية قابوس لينصب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان. الجميع يتحدث هنا في السلطنة عن سلاسة انتقال الحكم حقيقة، وأيضا العمانيون متفائلون بسلطانهم الجديد. عمان تمتلك قيادات وتمتلك الرجال لديهم القدرة على المحافظة على هذا النهج الإيجابي في تعاملها وفي تعاطيها مع مختلف الأزمات، حافظا على العلاقات الودية مع كافة الدول، كما شدد على تمسكه بالمضي قدما على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة، وأكد تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة. وشدد السلطان العماني في الوقت نفسه على ضرورة العمل على النأي بالمنطقة العربية عن الصراعات والخلافات، مشددا على دفع مسيرة التعاون بين دول المجلس. بهذه الرسالة الواضحة أطل سلطان البلاد الجديد على العالم في أول خطاب له بعد تنصيبه خليفة للسلطان قابوس. كل الأمل أن يتمكن السلطان الجديد هيثم بن طارق من إكمال هذه المسيرة، أن يتمكن من المساعدة في حل المشاكل، أبرزها الملف الاقتصادي وملف الباحثين عن العمل. ويملك السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان خبرة واسعة في العملين العام والدبلوماسي، حيث تقلد عدة مناصب بالسلطنة، فكان مبعوثا خاصا للسلطان قابوس وشغل مناصب عدة في وزارة الخارجية، منها وكيل الوزارة للشؤون الخارجية والأمين العام للوزارة، كما كان وزيراً للتراث والثقافة 18 عاماً حتى تنصيبه سلطاناً، كما كان على رأس من أشرفوا على وضع الرؤية الاقتصادية عمان 2040. حفظ الله عمان والسلطان هيثم بن طارق، وحفظ الله شعب عمان.